بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام. وأعرب صاحب الجلالة في البرقية عن أخلص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من المولى تعالى والجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي وليها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي بذلت جل جهودها وطاقاتها بتنظيم شعيرة الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، مشيدا جلالته بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في كافة المرافق والمشاعر المقدسة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم والتي هي محل إشادة وتقدير الجميع. سائلا جلالته الله تبارك وتعالى أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.